البقوليات بالنسبة للناس اللي عندهم القولون العصبي، أنا نفضل يبتعدوا على البقوليات، خاصة البقوليات اللي عندها القشرة نتاعها سميكة. سميكة مثلا كيما اللوبيا البيضاء، مثلا كيما الفول، كيما العدس البني ماشي الأحمر، العدس الأحمر خير. هذه البقوليات اللي عندهم القشرة نتاعهم سميكة من المستحسن يتفادوها. الناس اللي عندهم سكري تاني، سكري من النوع الثاني ولا حتى من النوع الأول، كمية البقوليات ما ياكلوش بزاف. علاش؟ لأنه فيها نسبة نشويات معتبرة. البقوليات هي مصدر من مصادر النشويات اللي هي في الأخير راح تولي سكريات.